بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في يعني بعد ما شفنا كل تقريبا كده خلصنا كل عمليات إضافة وتعديل وحذف وعرض بيانات. لو احنا عايزين نقدر نستخدم، احنا اتعلمنا اس كيو ال في المونج في الاورينت وتعلمنا الاي بي اي. هنيجي دلوقتي نتكلم ان الاورينت من المميزات بتاعتها مش بس بتستخدم الاثنين، لا وبتقدر تدمج الاثنين معا، يعني تقدر تدخل الاس كيو ال مع الاي بي اي كمان. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا ايه كويري، هقدر اعمل كويري على الاي بي اي ذات نفسها. لو رحت هنا كده على الاورينت تمام، وجيت قلت له انا 80، وجيت قلت له انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اعمل كويري صح؟ فبكتب كده، بكتب كلمه كويري، بس لا ممكن نكبر كده معلش. ايوه قلت له ايه؟ ادي 24 ماشي على كويري، وبنكتب كاتب اسم الداتابيز مثلا ريست دي بي 1 بتاعتنا تمام. وبعد كده اقوم عامل ايه؟ وبعد كده اقوم قايل اس كيو ال، وبعد اس كيو ال اكتب الايه الكوماند بتاعي. يعني لو انا عايز اجيب بيانات الناس كلها من امب 1 فطبعا هي سيلكت فروم امب 1، فانا قايل له سيلكت فروم امب 1. طبعا ما عندناش استرسك في الـ هنا يعني في الاورينت، فقلت له كده سند. جاب لي، لاحظوا بقى معايا، قال لي ادي الريزلت الاولى، قال لي في الار اي دي 34.0 فيرجن 2 ده اللي هو اسمه اسلام، وجاب لي طبعا الديسكريشن بلان وفيرجن ومش عارف ايه وبتاع وكلام كده وفيتش مش عارف ايه. انا مش عارف البيت طب هو مفيش غيره ولا ايه؟ احنا حذفنا التاني، احنا حذفنا التاني. طبعا معلومات طبعا عن على العمليه اللي تمت وشرح ليها بالتفسير كاملا لما عملت سيلكت دي اللي حصل وعمل فيتش كام ريكورد ومش عارف ايه. طب انا بس هرجع معلش بعد اذنكم، انا يعني ايه هضيف ايمن ده تاني عشان يبقى عندي اكتر من دوكيمنت كده، كان عندي كده عشان يبقى يعني في حاجه نقدر نكبر عليها يعني. وارجع ريسند تاني. ايوه الله ينور عليك، ادي جاب لي الريزلت تمام اوتوماتيك، جاب لي فيها ادي ايه الاسلام وتحتيه مين وادي ايه وادي عين. ادي كده بالنسبه لي الايه الداتا جت من الايه مسك. طبعا لو جيت قلت وير مثلا زي ما انا عايز بقى، يعني اقدر احط الايه الكونديشن اللي انا عايزه. لو قلت له وير مثلا ان الـ اي حاجه، تعال نشوف مثلا وير ان السالري مثلا اكبر من هنا، كان في عنده 31000 والتاني 25000، قلت له ماشي اكبر من 27000 مثلا تمام، وعملت سند ما جابليش غير اسلام. طب معناها ان الكونديشن بتاعي بيشتغل والدنيا كلها تمام كويس جدا. عايز اقول حاجه كمان، لو انا جيت كنت عامل كده نيو ريكويست تمام، وجيت قلت انا في حاجه مهمه جدا وانت بتعمل كويري في السنتكس بتاعك اللي هي الفيتش بلان والريكورد بوزيشنز وحاجات زي كده. فيتش بلان ان احنا بنحدد ان احنا هنجيب بقى عدد كام ريكورد ممكن نجيبه يعني. يعني لو جيت قلت جيت او كويريز من ضمن الكويريز، خلينا كويري 2 كده وخدته على نفس العنوان زي ما انا، بس مش هشيل وير. فالمفترض ان الامر ده لما يجي يشتغل، طبعا هو لقط كده كده اصلا الاوثنتيكيشن بتاعت البيزك يعني، جاب لي الاخين دول ماشي اسلام وايه وايمن. طبعا ايمن بقى 36 لان ايمن اللي هو 35 ده اتحذف صح. طيب على العموم لو جيت هنا وبتعمل سلاش وبتقل له واحد تمام ودوس سند، معناها ان اعلى عدد سجلات في الفيتش بتاعتي ما تجيبليش اكتر من واحد. ساعات بنبقى دايما بنقول مثلا 10، بنقول 50، بنقول 100، بيجي لك طبعا كماكسيمم. طبعا انت بتكتب هنا كماكسيمم 10، لكن طبعا هو جاب الاثنين لان ما فيش في الداتابيز بتاعتنا الا اثنين. فدي برضو مهمه جدا علشان نقدر نحدد. طبعا لو قلت له سالب واحد، لو قلت له سالب واحد معناها هات لي كل اللي جاي، انا هات لي كله يعني، طبعا مش لازم تتحدد يعني. ده شكل من الاشكال. طبعا هنا انا يعني انا بعت سيلكت، لكن هي في الحقيقه ممكن اقدر ابعت اي جمله من الجمل عادي جدا مش بس سيلكت يعني، ممكن ابعت جمله ابديت مثلا، فاقول له مثلا ريكوست مثلا ابديت كويري على الاي بي اي بتاعتنا
اولا اول حاجه لازم احدد دي بوست، بس هنا اليو ار ال بيختلف بقى. هنا ما بكتبش كويري، بكتب كلمه كوماند تمام على الاسم الداتابيز، وبعد كده سلاش اس كيو ال، وبعمل اس كيو ال سبيس كونتنت تمام وكولون، واكتب الجمله بتاعتي اللي هي جمله الابديت او الديليت او مش عارف. طبعا انا مش حابب الشكل ده ومش هرشحه لكم، انا هرشح لكم بقى ان احنا نبعت الجمله بنظام مرتب على ال على ايه على ال على الجيسون، في الجيسون بقى يعني نكتب الاس كيو ال جوه الجيسون، ليها نوتيشن جميل كده وبسيط ومرتب نقدر نكتبه ونبعته مع البوست، بحيث ان الايه الاس كيو ال يشتغل معاك بشكل ايه بشكل ما فيهوش مشكله يعني. تمام طيب، فانا قلت له مثلا اقول له مثلا ابديت، يعني ممكن اقول له ابديت ام بي 1 سيت مثلا ال ال النيم، نخليه مثلا ايه ايمن محمد كوير ان ليه نسيت اسمه ايه الام باندر سكور اي دي يكون بيساوي 1 1 2 باين، ولا كان ايه انا مش فاكر، 1 1 1 2 اتخيل كده والله اعلم. سند التكست كان بي نال، كانو بي نال التكست لو فين، قلت له ابديت الام بي 1 سيت النيم ايكوال كذا وير الام بي اي دي كده ماشي. هو زعلان ساعة كده بيتعلم الاثنتيكيشن دي. طب هو بيقول لك التكست كان نوت بي نال، يعني في تكست هو المفروض يقبله وببعت له التكست دوت على فاضي، وده طبعا مش صح. هو انا اصلا غلطان اني كتبت كونتنت هي سلاش كده على طول، يعني ريست اي بي ريست دي بي 1 على اس كيو ال والجمله وراها على طول. بسم الله كده تمام مظبوط. انا بس كنت كاتب معرفش كنت كاتب كده ازاي، لكن الريزلت واحد وقال لي تعدلت وكله تمام. قلت له نروح نشوف، لما نروح نعمل كده رن اني لو شفت هنا عمل النيم ايمن محمد، احنا اصلا غلطانين لان كانت المفروض الجمله اي نيم يبقى محمد. يعني اصلا كمان غلطنا كمان غلطه ان هنا برضه يعني، عشان اصلا انا مش عجباني اصلا بصراحه الاسلوب ده مش كويس. يعني بقول من الاول ده ايمن محمد ظبطت، طبعا الدوكيمنت ضاف، بس طبعا الاسلوب ده يعني مربك والعنوان طويل وفي تفاصيل كده عجيبه، ده شيء مش طيب يعني وانت بتشتغل في الحاجات اللي زي دي يعني. يعني الجمله تبقى ده مش منظر يو ار ال يعني بصراحه. كمان اليو ار ال اصلا ليه حدود في الطول بتاعه في الكاركترز بتاعته، ولذلك من الافضل ان احنا نعمل ايه، ان احنا نبعت الكوماند ونكتب بقى الجمله بتاعتنا من داخل الجيسون في البادي زي ما نشوفها بعد ان شاء الله. السلام عليكم.